فتحت سفارات مملكة البحرين وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية صباح اليوم مقرها للناخبين البحرينيين في الخارج، وذلك للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات البلاد النيابية، وذلك بعد أن احتدمت المنافسة في الجولة الأولى بين المترشحين الذين وصل عددهم إلى 293 مترشحا نيابيا تنافسوا على 40 مقعدا للمجلس، إلا أن الجولة الأولى لم تحسم منها سوى 9 دوائر انتخابية. وأكد أصحاب المعالي وسعادة سفراء مملكة البحرين في 24 دولة أكدوا استعدادهم التام لتسهيل كافة إجراءات التصويت والانتخاب بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لانتخابات عام 2018، وذلك لضمان توافر كافة الحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والقوانين والتشريعات ذات الاختصاص. وكانت الجولة الأولى لانتخابات البحرين في الخارج قد سارت بكل سلاسة دون تسجيل أي صعوبات تذكر، وقد أدلى 3600 ناخب بحريني بصوتهم في صناديق الاقتراع التي توزعت على 29 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية في 24 دولة حول العالم. بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين بنسبة مشاركة هي الأعلى في تاريخ المملكة وصلت إلى 67%، ها هي المرحلة الثانية المتمثلة في جولة الإعادة تنطلق في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة الدبلوماسية في 24 دولة حول العالم للتصويت على 31 مقعدا نيابيا لم تحسمهم الجولة الأولى والتي تنافس فيها 293 مترشحا نيابيا. لا شك أن اليوم في ثقة من المواطن في المشروع الإصلاح لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، وثقة من المواطن لمؤسسات الدولة في طبعا التنمية العامة. أن النجاح أن المشاركة الكبيرة هاي تعد نجاح للمواطنين أو للوعي لدى المواطنين اللي أصبح اليوم كانت أو طبعا وعيهم وحضورهم الكثيف اللي وصل إليه نسبة 67%. هذه رسالة لكل المشككين في الخارج، لكن اليوم المواطن البحريني أثبت ولاءه، أثبت مشاركته الناجحة، أكد حضوره، أكد دوره السياسي في اختيار الممثلين له إن كان على مستوى المجلس النيابي أو المجالس البلدية. مشاركة المواطنين في الانتخابات النيابية في الخارج بلغت 3600 صوت في الجولة الأولى، سارت بكل سلاسة ويسر، وذلك بفضل الجهود الحثيثة الذي بذلتها وتبذلها سفارات المملكة وبعثاتها الدبلوماسية لإنجاح الجولة الثانية بالتنسيق مع اللجنة العليا لانتخابات 2018. نجاح هذه الانتخابات التي يعتبر من التجربة الناجحة والرائدة في المنطقة. بالنسبة حق الانتخابات الدور الثاني في إقبال ممتاز من بداية التصويت اليوم صباحا، نتمنى التوفيق حق كل المرشحين إن شاء الله. اليوم يتجدد العرس الانتخابي مرة أخرى هنا في بعثة موسكو، بعثة البحرين في روسيا الاتحادية. الانتخابات طبعا هي مرحلة جديدة تقطعها البحرين للعمل الوطني استكمال مشروع الإصلاح لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. هناك حوالي 150 طالب يدرسون في روسيا الاتحادية وقد شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات، واليوم ستجرى انتخابات الإعادة. طبعا هذا الجيل الجديد الآن الذي سيصوت اليوم هو يأمل أن يستكمل المشروع الإصلاحي الذي أسس أركان حضرة صاحب الجلالة الملك. الانتخابات هي علامة فارقة في الشعوب أننا نتقدم سنة عن سنة من خلال اختيار ناخبينا في المجلس التشريعي والمشاركة في القرار السياسي. التجربة البحرينية الديمقراطية وهي تمضي في محطتها الخامسة تثبت سيرها على طريق التطور والنجاح بعزيمة شعب مملكة البحرين التي تحفها رؤية حكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإرادة وطنية تستند إلى أساس دستوري متين وقاعدة تشريعية رصينة حفظت حقوق البحرينيين السياسية بكافة أشكالها.
Thank you.